من أكبر المطبات اللي بتواجه الناس في رحلتهم لليقين فتنة إن الأمة مش متحدة، الأمة متفرقة. أنا كشاب أكبر أقول ها أنا اقتنعت وابتديت أتدين وأقرب من ربنا، ويلا يا أمة أمة واحدة وربنا بيكلمنا كلنا وبنقول مع بعض إياك نعبد وإياك نستعين، وبقرأ في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وأقرأ في الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وبص حواليا ألاقي أمة متفرقة بناء على العرق والجنسية وحتى التفسيرات الدينية، مش أمة واحدة خالص. عموما أي حاجة بنقرأ عنها نظريا أمة واحدة واتحدوا وأن ربنا بيألف بين قلوب المؤمنين، ونبص حوالينا تطبيقيا نلاقيه مش متطبق حوالينا بيفتن الناس. بعد الثورات بقينا بنحس أنه في تصنيف كتير في الجو، كلنا بنصنف بعض. من ناحية أخرى بدأ ينتشر أفكار جديدة، أسامي الناس ما كانتش عارفاها، ليبرالي، فلول، إسلامي بالياء في الآخر. إيه ده؟ إيه الفرق؟ هو أنا عشان أبقى مسلم لازم أبقى إسلامي؟ فجأة بقى المجتمع أصناف وتصنيفات مختلفة، وفي ناس كتيرة مش لاقية نفسها. حصل بعد الثورة حاجة سلبية، إنه الناس بدأوا يصنفوا حسب المعتقدات والأفكار، حسب الاتجاهات، إخوان وسلف وليبرالي وعلماني. بقينا بنصنف لكذا سبب. أولاً لأن إحنا ناس بناخد بالمظاهر، محجبة متدينة، مطول شعره ليبرالي، حاطط مش عارف شال إيه تبع مين. فهو انت بتدي ليبل لكل حاجه عشان تعرف بقى تهاجم وتخبط وتشتم وتعمل. انت بتحب تسمي كل حاجه اسم. لما صنف حد بالمعنى السلبي اقول فلان كذا، ده معناه ان انا مش كذا ومش عايز ابقى كذا ابدا. نفس الكلام حصل مع كلمه سلفي مثلا. ناس كتيره جدا بجد ما سمعتش عن كلمه سلفي الا بعد الثورات، ولما بعض السلفيين عملوا احزاب سياسيه في بعض البلاد وغيره، ومنهم مش كلهم اللي غلطوا غلطات زي اي بشر ما بيغلطوا، بقى فجاه اي واحد ملتحي سلفي، واي واحد ملتحي سلفي وحش. وعلى فكره التصنيف بمعناه السلبي مشكله كبيره جدا. كان في شاعر عمل شعر اتقلب اغنيه شهيره جدا بتقول يو ليبل مي I label you, so I dub thee unforgiven. هتصنفني هصنفك ومش هغفر لك. التصنيف السلبي بيمنع التراحم، بيمنع ان الناس يغفروا البعض، بيمنع ان الأمة تبقى أمة واحدة. قدرة مخ الإنسان على التصنيف نعمة كبيرة جدا ربنا أنعم بيها علينا عشان نعرف نحط اللي ضدنا أو بيهددنا أو ممكن يكون خطر على حياتنا في خانة، وصحابنا وحبايبنا والقبيلة بتاعتنا وغيره في خانة تانية. لكن كالعادة الشيطان بيدخل يختطف الحاجات الخيرية عشان يعمل بيها شر وحاجات مضرة. أنا عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن التصنيف ده حاجة سيئة إلا لما كان عندي أكاونت على تويتر وبقى فيه ناس كتيرة قوي، وكل ما أكتب كلمة ألاقي يوم أنا متحفظ وديني قفل، ده واحد مثلا مش عاجبه أنا، وتبقى دي سبة، وممكن يقول علي إخواني، ممكن يقول علي سلفي، ممكن يقول علي حاجة، وممكن على نفس الكلمة في نفس اليوم ألاقي نفسي أن أنا ليبرالي ضد الدين ضد اللي مش عارف إيه، وكل واحدة فيهم بحس أن الشخص بدل ما عايز يناقشك طلعك برا الدائرة بتاعه. وعلى فكرة ربنا بيحذرنا في القرآن الكريم من الفرقة دي لما يقول لنا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ما نقعدش نتنازع مع بعض فتفشلوا. الفشل سبب التنازع، القرآن الكريم واضح. إحنا في إيه غير فشل دلوقتي؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، الريح اللي محركانا. واصبروا إن الله مع الصابرين. محتاجين كأمة نرجع للهدي القرآني، نرجع للسنة النبوية، نعيش سورة الحجرات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لو في تصنيفات ملهاش لازمة نتخلص منها، نحرر فكرنا منها لأنها معطلانا، مطبات في الطريق ومخليها الأجيال الجديدة تفقد اليقين. لقب بحطه على فلان ونيتي وحشة. لمس بنقعد نطلع عيوب بعض، بص فلان ده كذا، وبقولها وانا بستحقره، والشيطان قاعد فرحان بدليل الحديث الشريف ان الشيطان يئس من ان المصلون يعبدوه، يئس من الحتة دي. ولكن في التحريش، التحريش بينا يعني ان الشيطان يقعد يفتن ما بيننا ويخلينا نتخانق ونكره بعض. ان الشيطان ينزغ بينهم، سورة الإسراء، يعني بيفسد بيننا وبيحاول يهيج الشر ما بيننا، عكس بالظبط اللي ربنا عمله بينا من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من نجاحات الشيطان، ربنا يخذله يا رب وما ينجحوش علينا أبدا، إنه يخلي كلام الحق يظن فيه إن هو عمره ما ممكن يتوصل إليه.
ده نجاح عند الشيطان. عدة من اللي كتبوا روايات مختلفة بيتخيلوا الشيطان وهو بيفكر كتبوا النقطة دي، نقطة انه الشيطان بيحاول يخلي الانسان ييأس من المبدأ لمجرد ذكره ككلمة فيقفل عليه الملف ده خالص. وحدة الأمة، الموضوع اللي هو مش هيحصل ده ابدا. تطبيق الشريعة، يا نهار ابيض انا خايف. تبقى الالفاظ نفسها شريفة اساسية لا خير للبشرية من غيرها، والشيطان يقفل الباب ده خالص من اول الكلمة. الوحدة، العنصر الواحد عندنا في الأمة، مش أفراد ولا أصناف. الوحدة عندنا أمة على بعضها. ده أنا وأنا واقف لوحدي بصلي بقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأكيد مش معناها نحن بتاعة العظمة. أكيد مش وأنا واقف بين يدي الله بقول له نحن نعبدك. أمال إيه معناها؟ زي ما المفسرين قالوا إن أنا مستحضر الأمة وأنا بتكلم. الوحدة عندنا هي الأمة على بعضها، بنقابل ربنا أمة ولكل أمة رسول، وربنا قال لنا كده: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إزاي ربنا بيكلمنا كأمة واحدة دائما؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لو تساءلنا هي الأمة العربية والإسلامية مش بتتحد ليه؟ بعض الناس بيجيبوا تفسير أمراض القلوب، وعشنا مع ده في ثورة على النفس فترة في الجزء الأول. ممكن تفسير أمراض القلوب تفسير سليم، ونسأل الله السلامة للكل، لو اتطهرنا هنتحد. وألف بين قلوبهم، لازم ربنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إمتى؟ لما قلوبنا تبقى متزكية منفتحة على إن ربنا سبحانه وتعالى يزكينا ويطهرنا ويألفنا مع بعض. ده تفسير. أنا في كثير من الأحيان هادئ وحليم، بس ساعات غبي شوية في ردود أفعال يعني. فنفس الشخص ينفع يتحط في 16 خانة، فأظن من الأولى أن احنا ما نعملش الخطأ ده، وكمان ما نصدرش على حد فرصة أنه يحسن نفسه. في تفسير تاني ممكن يتحط جنبه، تفسير الاختلافات المنهجية ومعظمها في الدين كمان وغيرها خارج الدين في النظم السياسية والاقتصادية وغيرها. مش بنقبل بعض، يا أنا صح يا أنت صح، لو مش معايا تبقى ضدي. فعلا في تفسيرات كتيرة منتشرة ما بيننا وبدأت تظهر أكتر بكتير بعد الثورات. في سبب تالت منطقي وبديهي وما ينفعش يفوتنا. إحنا أصلا تعومل معانا كشعوب عربية بمنطق divide and conquer، فرق تسد. وفعلا اتفككنا من أمة واحدة لدويلات صغيرة اتسمت بعد كده دول، وبقينا مصدقين. مش ممكن قد إيه الشيطان عرف يرجع بينا لورا؟ بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوحد كمية قبائل ويتحدوا جميعا وينتشر الإسلام كله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد كده تدخل الدنيا في قلوبنا ويضعف يقيننا فنحتل ويتعامل معنا بمنطق فرق تسد لدرجة إن إحنا نصدق؟ ده الشيطان طبعا مبسوط، طبعا محقق رؤية من رؤاه، نعوذ بالله منه. عشان كده عايزين وقفة دلوقتي في شهر كريم زي شهر رمضان مع داء التصنيف اللي بيؤدي بينا إلى الفرقة، اللي بيفتن الأجيال اللي جاية كلها عندنا. أي تجمع من البشر سواء كان 50 نفر أو 5 أو 5 مليون أو 5 مليار يطبق قواعد دي هيبقى كويس. مين قال اختلافات البشر عن بعض بتخليهم يتقسموا الفرق؟ رحلة اليقين عمرها ما هتكتمل من غير ما نهزم الشيطان اللي جوانا، اللي عمال يقول لنا انت لوحدك، مفيش حد زيك، صنف التانيين، انتوا مش امه واحده. ومفيش صلاح لامر هذه الامه لحد ما نأتمر بقوله تعالى في بدايه سوره الانفال لما كان بيعلم الصحابه الكرام وبيعلمنا من خلالهم انه اوعوا تخلوا الدنيا تلهيكم وتخليكم تتفرقوا، مش هوفقكم. فربنا قال ايه؟ يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهنا في سر، مفيش توفيق من غير ما نتقي ربنا ونصلح ذات بيننا ونرجع أمة واحدة. السر يبدأ من الآية اللي بعدها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنين بجد لما بيذكر ربنا قلوبهم حية، فبتتهز وتخاف وتشعر وتحيا. اللي ربنا بيفتح عليه وبيفهم السر ده يقدر يفهم ليه بعد شوية في نفس الصورة ربنا بيقول وألف بين قلوبهم، وكأن ربنا بيقول لنا لو في التفسير وألف بين قلوبهم الوجلة.
يا رب أصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين، وشيل كل حاجة ممكن تبقى واقفة بيننا وبينك وبيننا وبين إن إحنا نعيش ديننا بيقين في الدنيا والآخرة إن شاء الله.